بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 47. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث معكم في موضوع أحكام الجنائز، سائلين الله لنا ولكم التوفيق لصالح الأعمال والوفاة على الإسلام. يستحب إذا مات الميت تغميض عينيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغمض أبا سلمة رضي الله عنه لما مات، وقال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فلا تقولوا إلا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، رواه مسلم. ويسن ستر الميت بعد وفاته بثوب، لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجيا ببرد حبرة، متفق عليه. وينبغي الإسراع في تجهيزه إذا تحقق موته، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله، رواه أبو داود. ولأن في ذلك حفظاً للميت من التغير، قال الإمام أحمد رحمه الله: كرامة الميت تعجيله، ولا بأس أن ينتظر به من يحضره من وليه أو غيره إن كان قريباً، ولم يخش على الميت من التغير بالتأخير. ويباح الإعلام بموت المسلم للمبادرة لتهيئته وحضور جنازته والصلاة عليه والدعاء له. وأما الإعلام بموت الميت على صفة الجزع وتعداد مفاخره، فذلك من فعل الجاهلية، ومنه حفلات التأبين وإقامة المآتم، كل ذلك من البدع المحرمة. ويستحب الإسراع بتنفيذ وصيته لما فيه من تعجيل الأجر، وقد قدمها الله تعالى في الذكر على الدين اهتماماً بشأنها وحثاً على إخراجها. ويجب الإسراع بقضاء ديونه، سواء كانت لله تعالى من زكاة أو حج أو نذر طاعة أو كفارة، أو كانت الديون للآدميين كرد الأمانات والغصوب والعارية ووفاء الديون، سواء أوصى بذلك أم لم يوصي به، لقوله عليه الصلاة والسلام: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، رواه أحمد والترمذي وحسنه، أي مطالبة بما عليه من الدين ومحبوسة. ففي هذا الحديث الحث على الإسراع في قضاء الدين عن الميت، وهذا في من له مال يقضى منه دينه. وأما من لا مال له ومات وهو عازم على القضاء، فقد ورد في الأحاديث ما يدل على أن الله يقضي عنه. ومن أحكام الجنازة وجوب تغسيل الميت على من علم بحاله وأمكنه تغسيله. قال صلى الله عليه وسلم: الذي وقصته راحلته اغسلوه بماء وسدر. الحديث متفق عليه. وقد تواتر تغسيل الميت في الإسلام قولا وعملا، وغسل النبي صلى الله عليه وسلم وهو الطاهر المطهر، فكيف بمن سواه؟ فتغسيل الميت فرض كفاية على من علم بحاله من المسلمين، والرجل يغسله الرجال. والأولى والأفضل أن يختار لتغسيل الميت ثقة عارف بأحكام التغسيل، لأنه حكم شرعي له صفة مخصوصة لا يتمكن من تطبيقها إلا عالم بها على الوجه الشرعي. ويقدم في تولي تغسيل الميت وصيه، فإذا كان الميت قد أوصى أن يغسله شخص معين، وهذا المعين عدل ثقة، فإنه يقدم في تولي تغسيل موصيه، لأن أبا بكر رضي الله عنه أوصى أن تغسله امرأته أسماء بنت عميس. فالمرأة يجوز أن تغسل زوجها، كما أن الرجل يجوز له أن يغسل زوجته. وأوصى أنس رضي الله عنه أن يغسله محمد بن سيرين رحمه الله. ثم يلي الوصي في تغسيل الميت أبو الميت، فهو أولى بتغسيل ابنه لاختصاصه بالحنو والشفقة على ابنه، ثم يليه جده لمشاركته للأب في المعنى المذكور، ثم بعد ذلك الأقرب، فالأقرب من عصباته، ثم الأجنبي منه. وهذا الترتيب في الأولوية إذا كانوا كلهم يحسنون التغسيل وطالبوا به، وإلا فإنه يقدم العالم بأحكام التغسيل على من لا علم له به. والمرأة تغسلها النساء، والأولى بتغسيل المرأة الميتة وصيتها. فإن كانت المرأة أوصت أن تغسلها امرأة معينة قدمت على غيرها، إذا كان فيها صلاحية لذلك،
ثم بعدها تتولى تغسيلها القربى فالقربى من نسائها، فالمرأة تتولى تغسيلها النساء على هذا الترتيب، والرجل يتولى تغسيله الرجال على ما سبق، ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه، فالرجل له أن يغسل زوجته، والمرأة لها أن تغسل زوجها، لأن أبا بكر رضي الله عنه أوصى أن تغسله زوجته، ولأن علي رضي الله عنه غسل فاطمة، وورد مثل ذلك عن غيرهما من الصحابة. ولكل من الرجال والنساء غسل طفل له دون 7 سنين ذكرا كان أو أنثى. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أن المرأة تغسل الصبي الصغير انتهى، ولأن الصغير لا عورة له في الحياة فكذا بعد الموت، ولأن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم غسله النساء، وليس لامرأة غسل ابن 7 سنين فأكثر، ولا لرجل غسل ابنة 7 سنين فأكثر، ولا يجوز لمسلم أن يغسل كافرا أو يحمل جنازته أو يكفنه أو يصلي عليه أو يتبع جنازته، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. فالآية الكريمة تدل بعمومها على تحريم تغسيل الكافر في حق المسلم وحمله واتباع جنازته. قال تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله الآية. وقال تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. ولا يدفن المسلم الكافر، لكن إذا لم يوجد من يدفنه من الكفار فإن المسلم يواريه بأن يلقيه في حفرة منعا للتضرر بجثته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى قتلى بدر في القليب. وكذا حكم المرتد كتارك الصلاة عمدا وصاحب البدعة المكفرة. وهكذا أيها المستمعون الكرام، يجب أن يكون موقف المسلم من الكافر حيا وميتا، موقف التبري والبغضاء. قال تعالى حكاية عن خليله إبراهيم والذين معه: إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، وذلك لما بين الكفر والإيمان من التضاد والمعادات، ولأن الكافر عدو لله ولرسوله ولدينه، فلا تجوز موالاته حيا ولا ميتا. نسأل الله أن يثبت قلوبنا على الحق وأن يهدينا صراطه المستقيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.